شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذا اليوم يدور بإذن الله تعالى حول آيات ثلاث. في الآية الأولى يقول الله تعالى حكاية عن نبيه نوح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وفي الآية الثانية يخاطب الله سبحانه وتعالى خاتم الأنبياء محمد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وفي الآية الثالثة يخاطب الله سبحانه وتعالى حبيبه قائلا قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. في هذه الآيات الثلاث مجموعة من المباحث نعرض لها إن شاء الله على التوالي. المبحث الأول، ما هو معنى الأجر؟ الجواب على ذلك، الأجر عبارة عن العوض الذي يتلقاه الإنسان لقاء عمل معين. ويمكن أن يفسر الأجر بتفسير آخر، وهذا التفسير أن الأجر عبارة عن العوض الذي يتوخاه الإنسان تجاه عمل معين. هنالك فرق بين مفهوم يتوخاه
وبين مفهوم يتلقاه. التلقي يعني ما يتعقب العمل، يقال تلقاه. ولكن التوخي عبارة عن المحرك وعن الباعث وعن العلة الغائية التي تدفع الإنسان إلى عمل معين. مرة نقول الأجر هو العوض الذي يتوخاه الإنسان، يعني يكون هو المحرك وهو الباعث وهو الحافز لقاء هذا العمل. ومرة نقول الأجر هو العوض الذي يتلقاه، الذي يتعقب العمل، سواء كان هذا العوض باعثا أو لم يكن باعثا. على كل حال، هذا العوض الذي يتلقاه الإنسان أو يتوخاه الإنسان تارة يكون عوضا ماديا. العامل يأتي عندكم ويشتغل من الصباح إلى المساء لقاء أجر مادي، هذا نوع من أنواع العوض. وتارة العوض يكون عوضا معنويا. العوض المعنوي فيه نوع من الخفاء. العوض المادي واضح ظاهر، عمل لقاؤه ثمن، لقاؤه مال. ولكن العوض المعنوي في كثير من الأحيان، لأنه لا حجم له، لأنه ليس ماديا، قد يخفى وقد يكون غامضا وقد يكون خفيا. أحيانا هذا العوض يكون خفيا حتى على نفس العامل، يعني في الواقع دا يعمل لهذا العوض ولكنه يخفى عليه ذلك، لأنه عوض معنوي لا عوض مادي. الإنسان يعمل عمل، يبني مسجد أو يبني حسينية أو يدفع مالا للفقير أو يقيم أي عمل من أعمال الخير، ماكو هنالك دافع مادي، ماكو هنالك باعث مادي، ولكن الله سبحانه وتعالى في الحديث الشريف: يا موسى أخلص العمل فإن الناقد بصير بصير. إحنا نشوف الظواهر، إحنا نشاهد حجم العمل، ولكن الناقد وهو الله سبحانه وتعالى يشاهد عمق العمل، يعني ما هو الباعث الحقيقي الخفي وراء هذا العمل. ربما الإنسان لا يهدف المال ولا يهدف المادة،
ولكنه والعياذ بالله يهدف من أعماله المادح، يحب أن يمدح، هذه طبيعة في الإنسان. لعلكم شايفين الأطفال في البيت عندما نمدحهم، عندما نشوقهم على عمل، يشعرون بالانتعاش، يشعرون بالنشوة. الطفل يفرح لأنه مدح. هذه الحالة موجودة فينا نحن الكبار أيضا. في كثير من الأحيان ربما والعياذ بالله واحد بعد فترة، بعد جهود، بعد معاناة، يشوف أن الباعث الحقيقي الواقعي لعمله أنه يحب أن يمدح. حب الشهرة، حب المقام، حب الرئاسة، حب الجاه، طموحات العظمة، واحد يحب أن يكون عظيما. هذه هي المحركات الباطنة، المحركات الواقعية وراء العمل. هذا النوع ثاني من الأجر. ولذلك ورد في الأحاديث إن الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، هكذا في الحديث على ما أتذكر. لذلك حقيقة هذا نقول بين قوسين، واحد أي عمل يريد أن يعمله يجب أن يتوقف لحظة، لماذا أعمل هذا العمل؟ واقعا لله؟ هل يهمني اطلاع الآخرين على هذا العمل أو لا يهمني؟ عندما أحسن إلى شخص، عندما أقضي حاجة الشخص، هل يهمني أن يمدحني، أن يتشكر مني أو لا؟ مو مهم عندي. حتى إذا ما تشكر، جاءني طالب حاجة، طلب مني عمل، قضيت له ذلك العمل وما قال لي كلمة شكر واحدة. مرة ثانية إذا جاء وطلب مني هذا العمل، أؤدي له ذلك العمل أو ما أؤدي؟ أقول هذا ما تشكر مني، هذا لم يقدر. أصادقه ليصادقني، أذهب إليه لكي يأتي إلي، أكرمه ليكرمني، هكذا أو لا؟ تشكر أو ما تشكر، جاء أو لم يجي، مدح أو لم يمدح. أنا هدفي مرضاة الله وحسابي مع الله. هذا هو العوض المعنوي. البحث الثاني، هنالك ظاهرة نجدها في حياة أنبياء الله وفي حياة القادة الإلهيين عامة. هذه الظاهرة ربما لا نجدها في حياة أي صنف من أصناف المجتمع، وهذه الظاهرة هي أن أنبياء الله تعالى ما كانوا يطلبون من الناس أجرا. في هذه الآية التي تلوناها
الله تعالى يقول حكاية عن نبيه نوح: وما أسألكم عليه من أجر، أنا ما أريد منكم أجر، ما أريد منكم عوض، لا أريد منكم عوضا ماديا، ولا أريد منكم عوضا معنويا، يعني حتى شكر. هؤلاء الأنبياء الذين قدموا للمجتمع أغلى الأشياء. أنتوا لاحظوا أي صاحب حرفة من الحرف لا يقدم شيء للمجتمع إلا في مقابل، هذا عادة. أصحاب المهن لا يقدمون شيء للمجتمع إلا لقاء مقابل، ولكن أنبياء الله الذين أنقذوا البشرية وأنقذوا المجتمع وقدموا كل شيء في قبال ذلك، ما كانوا يطلبون من المجتمع أي أجر، وما أسألكم عليه من أجر، حتى كلمة شكر وحتى كلمة تقدير ما كانوا يتوقعون. في سورة الدهر نقرأ في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عندما آثروا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. جزاء يعني قبال، عوض مادي، ولا حتى شكور يعني كلمة تشكر، لا. الفقير المسكين اليتيم يأتي ويأخذ هذا الطعام حتى لا نتوقع كلمة الشكر. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بعض العلماء لهم كلام لطيف في هذه الآية، يقولون إن هذه الآية لم تكن قول أهل البيت، يعني أهل البيت ما قالوا هذه الكلمات لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ما كان كلامهم، لأن هو هذا الكلام فيه نوع، ربما فيه نوع من المن، يعني تعطي للفقير مال تقول أنا ما أريد منك جزاء ولا شكور، ربما بهذا المقدار يكون فيه نوع من المن. هذه نيتهم وهذا باطنهم وهذا فكرهم، الله سبحانه وتعالى أظهره أن هذا كان واقعهم، هذه كانت نيتهم: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا كان منطق نوح. راجعوا سورة الشعراء: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. هذا كان منطق لوط، هذا كان منطق شعيب، هذا كان منطق صالح، هذا كان منطق هود، هذا كان منطق جميع أنبياء الله، أنه وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين.
المبحث الثالث، هنالك استثناء واحد في حياة الأنبياء. الأنبياء كلهم قالوا لا نريد منكم أجرا، ولكن هنالك نبي واحد بين جميع الأنبياء طلب الأجر، وهذا النبي هو خاتم الأنبياء محمد. ولكن في الواقع هذا الاستثناء ليس استثناء حقيقيا، يعني ظاهره استثناء، ظاهره طلب الأجر، ولكن في الواقع ليس طلبا للأجر. الله تعالى يقول في الآية الثانية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إذن هذا أجر، النبي صلى الله عليه وآله طلب الأجر، وهذا الأجر المودة في القربى، ولكن هذا أجر حقيقي للنبي صلى الله عليه وآله. الآية الثالثة تقول: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، هذا لصالحكم، هذا لصالح المجتمع، هذا مو لي، هذا مو نفعه عائد إلي، وإنما عائد لكم. مثل طبيب، الآن نمثل بمثال لتوضيح هاتين الآيتين. تذهبون إلى طبيب، الطبيب يكتب لكم وصفة، ثم يقول لكم: أنا ما أريد منكم أي أجر إطلاقا إلا أن تعملوا بهذه الوصفة. هذا العمل بهذه الوصفة لصالح الطبيب؟ لا، الطبيب لا ينتفع من ذلك، وإنما المريض هو الذي ينتفع من ذلك. المودة في القربى، ما سألتكم من أجر فهو لكم. إذا الناس كانوا يلتفون حول أهل البيت، يحبون أهل البيت، هذا نفعه كان عائدا لهم، كما أن الناس إذا أحبوا الأطباء التفوا حول الأطباء، عملوا بتعاليم الأطباء، النفع يعود لمن؟ للمرضى، للمجتمع. فما سألتكم من أجر فهو لكم. الطبيب يضع القواعد الصحيحة للحياة المادية، لكن أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم يضعون القواعد الصحيحة للحياة السعيدة في كل الأبعاد. إحنا في الواقع إذا أكو نوع من أنواع الشقاء، نوع من أنواع التأخر في حياتنا، هذا نابع من الابتعاد عن منهج أهل البيت. إذا تراجعون روايات أهل البيت صلوات الله عليهم، في كل بعد من أبعاد الحياة، الأشياء الجزئية التي لا تخطر بالبال، الأئمة وضعوا لها منهجا.
إذا الإنسان سار على هذا المنهج يسعد في حياته. كيف يتعامل الرجل مع زوجته؟ الآن في المجتمع أغلب الأفراد يعانون في حياتهم الزوجية، أغلب الرجال مو راضين عن زوجاتهم، أغلب النساء مو راضيات عن أزواجهن، أغلب الآباء مو راضين عن أبنائهم، أغلب الأبناء مو راضين عن آبائهم، المخدوم مو راضي عن خادمه، الخادم مو راضي عن مخدومه، أهل البيت صلوات الله عليهم في كل جزئية من هذه الجزئيات وضعوا منهجا. إذا الإنسان كان يتبع هذا المنهج هو كان يسعد في حياته. إحنا مع الأسف لا نطالع أحاديث أهل البيت، لا نقرأ هذه الأحاديث، قد يكون حديث واحد في سطر واحد هذا مفتاح عقدة من عقد الحياة. الإنسان يعيش 40 عام 70 عام 80 عام ويعاني هذه العقدة في حديث واحد مذكور في كتاب الكافي أو مذكور في كتاب البحار حل هذه العقدة. حقيقة كلمات أهل البيت صلوات الله عليهم فيها حل عقد الحياة. فإذا في الواقع نحن إذا التففنا حول أهل البيت، إذا مشينا على منهجهم نحن الرابحون. فما سألتكم من أجر فهو لكم. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه حوالي 4 أعوام كان حاكما في الكوفة، 4 أعوام. راجعوا كتاب الغارات للثقفي، الإمام يقول، والإمام صلوات الله عليه بغض النظر عن اعتقادنا فيه كإمام وكل كلماته مطابقة للواقع، الإمام كان معطي حرية. إذا كان في كلام الإمام فرضاً أقل نوع من المبالغة، ابن الكوى كان يقوم ويعترض على الإمام، المنافقين كانوا يقومون ويعترضون على الإمام، الإمام يقول في عهدي لا يوجد أحد هذه المشكلة اللي الآن جميع الحضارات ما تمكنت أن تحل هذه المشكلة. أعظم الحضارات، أغنى الحضارات في التاريخ الآن موجودة فيما نعلم، أغنى الحضارات، أعظم الحضارات ما تمكنت أن تحل هذه المشكلة. الإمام يقول لا يوجد في حكومتي رجل لا بيت له. جميع الأفراد الإمام وفر لهم المسكن. الناس إذا التفوا حول هذا الإمام ألا يسعدون حتى في دنياهم؟ الإمام صلوات الله عليه وجد رجلا يتكفف، هاي قضية معروفة، فقال الإمام ما هذا؟ ما قال من هذا، ما هذا؟ يعني لماذا هذه الظاهرة؟ ما تفسير هذه الظاهرة أن الرجل يتكفف؟ الآن روحوا إلى أغنى بلاد العالم، الفقراء بالملايين،
بعشرات الملايين، هم يقولون ذلك، عشرات الملايين فقراء ما عندهم مأوى، ما عندهم مسكن، ما عندهم أكل، ما عندهم ثياب تقيهم الحر والبرد. الإمام يقول لماذا هنالك رجل يتكفف؟ قالوا يا أمير المؤمنين، هذا رجل مسيحي وقد هرم وكبر، فقال استعملتموه حتى إذا هرم تركتموه. هل هذه من العدالة؟ هذا من الإنصاف؟ ثم أجرى له راتبا من بيت المال. هذه القضية الوحيدة التي سمعناها في حياة أمير المؤمنين، رجل واحد شيخ مسيحي. وهنالك قضية ثانية وهي قضية عقيل لا ترتبط بهذا الباب. عقيل ما كان فقير، كان كريم، كل ما كان يجي في يده كان يبذله، فكان فقيرا لأنه كان كريما مو لأنه كان فقيرا. دولة لا يوجد فيها فقير إلا هذه القضية، لا يوجد فيها رجل يحتاج إلى مسكن. الناس لو التفوا حول هذا الإمام ألا يكون لصالحه؟ نحن في الواقع كلما اقتربنا إلى أهل البيت صلوات الله عليه، هذه من الأشياء الضرورية أن المؤمنين نحن جميعا أن نطالع أحاديث أهل البيت، نطالعها نقرأها. أخذوا في بيتكم كتاب الكافي، كل يوم طالعوا صفحة واحدة منه. أخذوا كتاب البحار في بيتكم، كل يوم واحد يطالع رواية واحدة. الإنسان يشعر، هذا الشعور واقعي، أن هذه الكلمات فيها حل العقد الحياتي. أحياناً واحد 20 عام 30 عام 40 عام يعاني مشكلة عقدة، وفي حديث واحد يجد مفتاح هذه العقدة. ما سألتكم من أجر فهو لكم. نختم كلامنا بهذا موضوع، وهي أن المودة علامتها حضور المحبوب في حياة المحب. غيبة المحبوب علامة ضعف الحب. إذا واحد يحب شيئا، واحد يحب منصب من المناصب، تشوفون قبل النوم يفكر في ذلك المنصب، عندما يقوم يفكر في ذلك المنصب، على الغداء يفكر في ذلك، حتى في المنام يحلم بذلك، هذا لأنه يحبه. الإنسان الذي يحب المال يركض من الصباح إلى المساء لأجل المال. إذا كانت هنالك غيبة للمحبوب عن حياة المحب، هذا دليل على أن الحب ضعيف. لذلك في الواقع نحن يجب أن نحاول أن نجعل لأهل البيت حضور أكبر في حياتنا، في ذهننا، في كلماتنا، في بيتنا،
الإنسان عندما يذهب إلى البيت، كان واحد من أصدقائنا كان هنا في الكويت، كل ليلة قبل ما ينام يجمع أطفاله، وهذا قديما كان متعارف عندنا، الجدات الأمهات كانوا يعملون هذا العمل، كانوا يجمعون أطفالهم كل ليلة يذكرون لهم فضيلة من فضائل أهل البيت. الأطفال ينامون وفي ذهنهم هذه الفضيلة. اليوم واحد عندما يروح إلى الغداء ويقعد مع أطفال، أكو هنالك بعض الآباء عندهم حالة انقطاع عن أطفالهم، ما يتكلمون وياهم، هذا واحد يجب أن يكسر هذا الحاجز، يتكلم معه. فضيلة من فضائل سيد الشهداء، فضيلة من فضائل أهل البيت، مطلب يتعلق به. إذا حقيقة أكو حب، هذا الحب يجب أن يظهر في فكر الإنسان، في قول الإنسان، في عمل الإنسان. كان واحد من علمائنا، هذا توفي قبل حوالي 100 عام في طهران، العلامة الآشتياني معروف، وكان المساعد الأكبر للمجدد في قضية التنباك، كان ذراعه وعضد في إيران في هذه القضية، وله كتاب ضخم جدا شرح على الفرائد للشيخ رحمة الله عليه، كتاب تحقيقي علمي عميق، رجل عالم مدرس مشغول بالشؤون الاجتماعية، وأدار في إيران هذه الثورة أو هذه النهضة الكبيرة. ولكن هذا الرجل مع كثرة اشتغالاته في كل ليلة، كل ليلة كان يروح إلى الغرفة ويفتح كتاب الدعاء ويقرأ زيارة الجامعة الكبيرة، كل ليلة هذا كان شغل. وينقل أن الشيخ الأنصاري اللي هو أستاذ أيضا، هذا كان منهجه، كل يوم كان يجي إلى حرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه ويقف بحالة خضوع وخشوع ويقرأ زيارة الجامعة الكبيرة من أولها إلى آخرها. هذا تلميذه أيضا كان كذلك، الآشتياني في طهران، كل ليلة كان يقرأ. هذه القراءة مؤثرة، متى تؤثر؟ في لحظات الاحتضار. أحد الإخوة نقل لي، إذا واحد غاب عنه الإمام المهدي في لحظات الاحتضار يتذكر الإمام المهدي؟ هذا اللي عمر ما تذكر الإمام المهدي وما توجه إلى الإمام المهدي، في لحظات الاحتضار يتوجه إلى الإمام المهدي؟ هذا اللي عمر ما قال يا الله، في لحظات الاحتضار يقول يا الله؟ مو ممكن. عادة أحد الإخوة نقل لي أن المرحوم الشيخ إبراهيم رحمة الله عليه، شفتوا أنتوا، شفتوا ولاءه وحبه لأهل البيت وتظاهر بذلك حتى في المواقع الخطرة، يعني حتى في تلك البقاع كان يتظاهر بحبه وبالبراءة من أعدائه. نقل لي أحد الإخوة أن سائق سيارة الإسعاف اللي نقلت إلى المستشفى قال إن الشيخ في لحظات احتضاره كان ينادي واحد، منو هذا؟ عند ابن من أبنائه. قال ماذا كان يقول؟ قال كان يقول يا علي في لحظات الاحتضار، عند ابن اسمه علي. فقلت له لا، عند ابن اسمه علي، ولكنه كان ينادي مولاه.
هذا الحضور يؤدي إلى ذلك الحضور. هذا الشيء واضح. الإنسان اللي عمر قال يا علي في لحظات الاحتضار يقول يا علي. الشيخ الآشتياني اللي عمر كان يقرأ زيارة الجامعة الكبيرة وما شغلته مشاغله عن ذلك، النتيجة في لحظات الاحتضار أيضا كان يقرأ زيارة الجامعة الكبيرة. الذين كانوا حوله يقولون بدأ وبدأ وبدأ إلى أن وصل إلى هذه الجملة اللي موجودة في زيارة الجامعة: من أتاكم فقد نجا. هاي العبارة موجودة في زيارة الجامعة، قال هذه الكلمة وفاضت روحه إلى مواليه الطاهرين. هاي آخر كلمة نطق بها العلامة الآشتياني: من أتاكم فقد نجا، يعني أتيتكم ونجوت. وأحد المؤلفين توفي قبل أعوام، نقلوا أنه كان عنده علاقة شديدة بالإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه. آخر كلمة كان يكتب كتاب، آخر كلمة كتبها كلمة علي في جملة ومات بعد ذلك. هذا الحضور في الفكر، في البيت، على المائدة، قبل المنام، في المطالعة، في العمل، يؤدي إلى ذلك الحضور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.